السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل لكم وصفة بالقناة أنا كنت عاملتها من زمان، من أول ما بديت، لكن كنا حاطين عليها تكبيرات العيد، فكان في عليها حقوق نشر، فانجبرنا أنه نشيل الفيديو، ورح أرجع عدلكم إياه باعتبار صارت الدنيا على وجه أعياد. فالله يجعل إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب على الجميع. عندي هم بدي اعملكم معمول السميد بعدة حشوات، اللي هي حشوة الجوز، حشوة الفستق، حشوة التمر. عندي هون كيلو طحين فرخة، هذا الطحين الفرخة سميد الناعم، وعندي نص كيلو طحين عادي كله منخول، طحين الفرخة والطحين العادي منخولين، بنحطهم فوق بعضهم. انا طبعا العيار بعير بهاي الكاسة، السكر مثلا معايره كاستين بهاي الكاسه اللي بتجي 250 ملي بالضبط، فانا بعير فيه لانه كتير عيار وظابط. عندي هون كاسه ماء الزهر، كاسه زيت ابيض، نص كيلو سمنه، كاستين سكر بهاي الكاسه اللي فرجيتكم اياها، معلقتين محلب، وعندي مثل ما قلت لكم تمر، باكيت تمر، وعندي جوز وعندي فستق. هدول ان شاء الله بنحضرهم بعد ما بنعجن العجينه. انا هلا هون عندي كيلو سميد طحين الفرخة ونص كيلو طحين عادي، رح حط فوقهم كاستين سكر بودرة، لازم يكون بودرة، ورح كمان نزل فوقهم معلقتين المحلب. شايفين انا بحب انخل كل شيء، طلعوا المحلب عشان طلع فيه خشوني، وبخلط هيك المواد الناشفة كلها ببعضها، السكر، طحين الفرخة، طحين العادي. حلو كتير هذا العيار عن جد، وقت تجربوه يعني رح تدمنوه، لانه سهل سبحان الله بالشغل بالتشكيل وقت الشوي، ما بتروح الطبعة تبعيته، إن حبيتوا تنقشوه بينتقش معكم، يعني كتير ظريف. هلأ مننزل الزيت، زيت الأبيض، وهيك بنصير شايفين منبسه، بس يعني من نغبب السميد والطحين بالزيت، نفركه هيك بالإيدتين عشان يصير معنا كله مثل الرمل، يعني يشرب من الزيت. شايفين كيف صار؟ هلأ مننزل السمنات، نص كيلو سمني لهذا العيار. بسم الله، كمان هيك بنبدأ انه نشرب المواد الناشفة بالسمن. الحلو بهذا العيار انه ما بده لا بيكنج باودر ولا بيض ولا شيء ابدا ابدا، فهذا كتير حلو، انا كتير بحبه، وبينحشى اللي بدكم اياه، اي شيء بتحبه تحشو بقلبه بينحشى. شايفين بعد ما صار عنا بهذا الشكل، يعني كل حبات السميد والطحين غبوا من السمني والزيت. هلا بنزل عليهم كاسة ماء الزهر، ماء الزهر شيء خرافي بهاي الوصفة. طبعا هاي الكاسة عيرتها بالكاسة البيضة اللي فرجيتكم اياها توا، هي نصها لهاي الكاسة البيضة، يعني نص ال 250 ملي 125 ملي. شايفين هيك ما بعجنوا عجن، هيك بين الاصابع بغببوا الماء الزهر. هلا بهذا الشكل حطيته بالعلبه، بسكر العلبه وعلى البراد، على البراد لبكره ان شاء الله، لكن بهذا الوقت بين ما ننتظره لبكره رح نحضر الحشوات مع بعض. هلا رح نكمل مع بعضنا انه كيف نعمل الحشوات. هلا عندي هون انا فستق حلب مطحون، عندي جوز مطحون، وهذا التمر من الفستق اللي كان مطحون حطيت معه شوي، وهدول زبدي. هلا بدي احط معه شوي ثاني فستق، هاي انتو اختياري، انتو اذا بتحبوا تحطوا جوز الهند او ما بتحبوا تحطوا شيء خالص، هذا راجع لكم. فهلا انا هون للفستق رح ابدا بالفستق اول شيء، عندي هون تقريبا نص كيلو، نص كيلو الا، رح احط لهم معلقتين سكر بودره، والجوز نفس الشيء كمان رح احط لهم معلقتين سكر بودره، كمان هدول نص كيلو. ما تخافوا اذا ضل من الحشوي عادي، لانه فينكم تستخدموها بحلويات ورقيه مثل بقلاوه، مثل اي شيء ثاني فينكم تستخدموه. بخلط الفستق والسكر هيك مع بعضهم، ونفس الشيء الجوز والسكر بخلطهم مع بعضهم. رح نقيم التمر على جنب عشان نشتغل بالجوز والفستق. هلا بدنا نضيف القطر، شوفوا شقد قطر بهاي الكاسه، اصغر من كاسه الشاي، رح احط قطر على الفستق، ونفس الشيء رح احط على، شايفين، على الجوز. انا رح اخلطهم بالعجاني، هلا عم فرجيكم شو حطيت فوقهم، وبعدين رح بضرب مضرب العجاني رح احط فوق اضربهم، يعني اسهل بصير وبيطلع قوامهم احلى. انا طحنتهم قبل ما فرجيكم اياهم، حطيتهم محضرة الطعام وطحنتهم. كمان ماء الزهر بضيف تقريبا قد كمية القطر، بضيف ماء الزهر، ماء الزهر كتير طيب فيها لهاي الخلطة. ونفس الشيء بنضيف على
الفستق كمان ماء الزهر. هلا بدي احطهم بالعجاني، اخلطهم مو بالعيت العجين، بكف التقليب. وهلا هيك شايفين كيف نحن جهزنا حشوه الفستق، شوفوا ما شاء الله صارت بتشهي، وحشوه الجوز كمان، هدول جاهزات صاروا. هلا نحن رح نجهز حشوه التمر. مثل ما قلت لكم هون عندنا باكيت تمر كيلو، حطيت عليه شويه فستق حلبي مطحون وزبدي، رح احط عليه معلقتين ماء الزهر، رح احط له معلقتين قطر، وهلا رح احطه بالعجاني وخلطوه ببعضه منيح. وهيك صارت عندنا حشوات المعمول جاهزه، التمر والفستق والجوز. ان شاء الله بنشوفكم بكره، لانه هلا بدنا نبيت العجينه من برا، بدنا نبيتها بالبراد، وبكره بنكملها معكم باذن الله تعالى. ورجعنا لكم هلا بالمعمولات بعد ما بيتناه هون ليلي بالبراد. هلا فضيهم هون بهذا الجاط، وعندي هون كاسه حليب. بدنا اول شيء هيك نفرطهم شوي مشان نقدر نشتغل فيهم. ومثل ما شايفين، شوفوا انا شد عندي اشكال قوالب، ما شوي تدفى شايفين عندي اشكال كتير للقوالب. هدول قوالب الطبعة، قوالب خشب، هدول القوالب كل واحد رسمته شكل. وعندي المنقاش للنقش اذا حبينا ننقش نقش. فهاي العجينة بيزبط فيها كل شيء، شايفين هيك بهذا الشكل كيف فرطناها. نفرط العجينة في كيف باردة، هيك لازم تكون، وريحتها تشهي القلب، تشهي القلب. مع الزهر مع السمنة، هاي السمنة انا محضرتها بالبيت، ريحتها يعني شو بدي اقول لكم. نفرطها هيك وبعدين بنقدر الحليب. الحليب معي هون كاسة، انا بضيف وبعجن شقد بيتحمل بنحط له لحتى تشبك معي العجينة وتصير معي عجينة اقدر شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا رح احط نص الكاسة ونشوف بنقدر شقد لسه لازم. شايفين شد حطيت؟ هلا رح بعجن. بسم الله نعجن هيك، ما بنعجنه عجين دائما. المعمول تعلموا انه عجينه بالاصابع، ما بنعجنه هيك عجين مثل عجين الخبز بهذا الشكل. طبعا قاسي معنا بكون، لكن كله فدا انه تطلع معنا عجينه ظريفه. شايفين بلشت تعطينا انها عم تتشكل. شايفين ما حطيت النص الثاني، نص الحليبات ما حطيته، حطيت نص كاسه بس. شايفين صارت العجينه عندي بتشهي. شايفين ساها مسقعه، هلا بدعكها وبرجع بقطعها، ونقطع التمر ونقطع الجوز والفستق مشان نشكل ونعبي الصواني، لانه انا بعبي الصواني بحطها بالبراد بعدين بشويه. وانا الجو عندي بارد، بفتح الشباك بنجمد انا والعجينه. شايفين هاي كميه العجينه كلها، عياره كتير حلو. وبهذا الوقت رح احط العجينه بالبراد. شايفين انه بس دعكناها بترجع هيك بتشوي، رح احطها بالبراد بين ما شكل كرات الفستق وكرات التمر. هلا رح نبدا نشكل الجوز، رح اعملهم بهذا الشكل ونقيمهم نلاقيهم جاهزين. طبعا هذا الحشوي حسب كل واحد كيف بحب قلب الحشوي، يعني انا ممكن هلا اشيل منها ممكن ضيف، فهذا الموضوع ما نو يعني ما فيني اعطيكم وزن ثابت. وهيك مثل ما شايفين صار عندنا الفستق والتمر والجوز مقطع. هلا بس طالع من العجينه كل شوي بشويتها من البراد، وبخلي الباقي بالبراد وبشتغل فيها. هون انا بلشت انتاج، عم بعمل من هدول الموديل، هذا الموديل كثير بحبه انا وبحبه الاولاد. بعمل هذا بهاد، وعم بعمل موديل ثاني يلي هو بالشوكي، كنا نشتريه بسوريا جاهز بهذا الموديل، انا كثير كنت احبه، حسه بسيط وعن جد منظره حلو. هلا بجهز الصواني وبحطها بالبراد، مع اني فاتحه الشباك بس بقى بين ايدين الواحد العجينه بتشوب، لانه هاي السمنه شغل بيت شغلي. شايفين كثير بحب هذا المنظر، ما بدها غلبه، يعني اذا ما عندكم قالب فينكم بهذا الشكل، فينكم حتى تعملوا له هيك، فبتصير هيك وهيك. شايفين طلع كثير حلوه، فبتطلع منظرها كثير تمام. بنتابع بنفس الطريقه. هلا عم نشتغل التمر، تخيلوا كل هاي القوالب اللي عندي، وانا بحب موديل الشوكي بحسه بسيط ومرتب. انا بصراحه لاني بشتغل لحالي فبقطع اول بالاول، بعملها هيك وبفتحها مثل اذا عم بعمل الكبه، مشان تصير كلها متناسبه مع التمر، مو تلاقوا التمره بجنب المعمولاي وباقي المعمولي عجين مستوي لحاله، لا هيك بتلاقوها
العجينة مغلفة التمرة تغليف، أو بعمل موديل تاني اللي هو النقش مثلا. أنا عاملة قدامكم معمول الطحين كمان، فينكم تشوفوه كمان ناقشي وعاملة كتير موديلات بهذا الشكل. هذا نقشته بتضلها ما بيعذبكم بهذا الشكل، شكلها بالشكل اللي احنا بنحبه، شايفين هيك بهذا الشكل. بنحطهم هدول مع بعضهم، ما لازم نحط شكلين كل شكل، مثلا هاي الى لفوق مثلا هيك، ولا وحده تانية مرقرقه، لا بصير استواءهم مختلف. بتصيروا انتم بس بلشتوا تشتغلوا لحالكم، بتصيروا حتى قطعه التمر بتحسوها بتبان لحالها، بتبان عليكم اذا كبيره او لا. شوفوا بصير واحد ابدا هيك، مجرد ما يلمسها بايده بيحس انها هي تمام. هلا هون رح ابدا بشغل بهذا الموديل، موديل قالب الكبس، شايفين بهذا الشكل. هذا شوفوا اخترت هاي النقشه، بحطها هيك وبضغطها، صارت حبة جاهزة. هلا بقيمة بحطها بالصينية. أنا وقت ما بدي يعني أكون عم بشتغل لحالي ما بحطها هون وبعملها، بحطها بالصينية مباشرة وبتسع إياها. هلا بدي أعمل بهذا الموديل، شايفين شو عم بعمل الجوز؟ عم بعمله بهذا الموديل. أنا بحب المعمول يكون لقمة لقمة بصراحة، ما بحب هذا المعمول اللي كان نعمله قبل، ما كانوا يعملوا أمهاتنا الله يرحمهم وكل حبة دراسة. فأنا ما كتير بيعجبني هذا الموديل، بحب المعمول هاي تكون لقمة لقمة. وإذا لقيتوا القالب بده يلزق معكم، حطوا جنبكم صحن زيت هيك بإصبعتكم رطبوا القالب بالزيت بس ما بدها هي. لأ شايفين الدقة التانية بتنزل طلع بهذا الشكل. وإذا بدكم عم ساوي موديل تاني يلي هو عم بنقشه كمان عم بعمله نفس المقاس، لأنه قلتلكم لازم وقت تعملوا صينية يكون كلها نفس الموديل، ما يتغير الموديل. شايفين فينكم تشيلوا من الجوز مثل ما بدكم، بصير لقمي لقمي كتير حلو بيطلع بهذا الشكل. لفها هيك ظبطها على الاطراف، ابدا مساويها نفس سداك موديل القالب نفسه بالضبط، شايفين بهذا الشكل بنقشها، بنقش الجناب طلع معنا كتير حلوة. وضل عنا هذا الجنب ناخد لهاي هيك، شايفين بهذا الشكل. بنتابع بنفس الطريقة وبنرجع لكم. هلا رح نشتغل بموديل الفستق نفس الطريقة، نفتحها هيك مثل الكوبة ونحط القطعة اللي نلاقيها مناسبة للحشوة، ونسكر عليها بهاي الطريقة هذا الشكل. طلع حبة فستق، أنا بحب أحط لها هيك حبة فستق ميزة للي بتكون حشوتها فستق بهذا الشكل، بدون ما ندهنها بشي وبدون ما نعمل لها شي، شايفين ما شاء الله. وهاي النقشة بنحافظ عليها وقت نحن هلا بنحطها بالبراد، أنا حاطة الصواني بالبراد وهلا علقت الفرن على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت، وإن شاء الله بس بلشت شوي بفرجيكم الشغل بإذن الله تعالى. أخذت 10 دقائق بالضبط. كل شخص كمان ما بينسى موضوع إنه كل فرن بيختلف عن الثاني. شايفين هاي نتيجة بسفتنا لليوم، نتيجة رائعة وبتسعد لما بكون الإنسان ببلش بشغلي وبالآخر بلاقي حاله كتير مبسوط بشغله وبتطلع النتيجة كتير حلوة، بكون كتير سعيد. جربوا وصفاتي وجربوها هاي الأعياد، إن شاء الله الله يعيد علينا وعليكم بالخير يا رب إن شاء الله. وهذا معمول التمر والفستق والجوز بعجينة السميد، عجينة كتير بسيطة وما فيها العجقة وشغلة كتير سهل وبسيط. هلأ شو رأيكم فرجيكم هيكي حبات الموجودين كل وحدي كيف تطلع منظرها. هلأ أنا عملت، أنا بحب القطع الصغار بس عملت كبار مشان فرجيكم إنه فينا تنعمل وأرضي كل الأذواق. شايفين ما شاء الله، شايفين انه اذا حبيتوا تعملوها من الكبير بصير. هذا جوز وتمر وفستق عملت بالثلاثة، يعني عملت من ثلاث اشكال، عملت
من هذا الكبير، فبتصير بتصير صغير بتصير كبير بتصير اللي بدكم اياه. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، شيء بشح القلب. رح فرجيكم هاي، هاي تمر، فرجيكم قلبها. هاي الفكرة اللي انا بقولها، انه وقت بكون العجينة مغلف قطعة التمر، شايفين كيف الحواف، يعني قول مرسوم يرسم، تطلع معكم يعني بيرفكت. فرجيكم حبة فستق، شوفوا هاي بالفستق ما شاء الله، شوفوا فرجيكم اياها، شوفوا شايفين ما شاء الله، يعني بحط الحشوة بقلبها بتطلع مرسوم يرسم، داير مفتلة بتجي العجينة وبالقلب بيجي الحشوة، ما بتجي في بعضهم تلاقي الحشوة جاي لهون وهذا كله عجين من هون، فبتلاقيها ما ظريفة، هيك بتطلع بيرفكت تمام 100%. هدول كمان عملتهم جوز، رح فرجيكم قطعة، معانين القرشة بتاكل عادي، شوفوا شوفوا شايفين ما شاء الله مرسومي رسم. هذا الهدف اللي انا كنت لكم عليه وقت اشتغل، لكم انه اعملوها بهاي الطريقه. حتى رح فرجيكم حبه من هدول، شوفوا هاي بالآلة بالكبس، شايفين ما شاء الله، تقول يعني مكنه ما شاء الله. فجربوا طريقتي وباذن الله رح تعجبكم، وتدعوا لنا ان شاء الله بهالايام الفضيله إلنا ولأهلي ولكل أمواتنا وأموات محمد، كل من سبقنا يا رب إن شاء الله وفي جنات النعيم. حبيت فرجيكم كيف عجينتها، شايفين شايفين ما شاء الله، يعني ما لحقت بكمشة، شايفين كيف فرجيكم الفستق كله كله، شايفين يعني عجينتها فظيعة فظيعة. فجربوا الطريقة إن شاء الله بنفس ما قلت لكم، بإذن الله رح تطلع معكم النتيجة مثل ما بتحبوا وبتتمنوا. بعد وصفاتنا بتعرفوا ليش تجربوها، إن شاء الله يا رب تجربوها، تنال إعجابكم، نال دعاء حول أهل الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.